النقطة عم تشتغل. قد ما نضغط هالشكل تطلع عدد الساعات هي تجمع الساعات. نعم. ما شغل كونتاكتر اشمل يشتغل تشتغل الشاشه لكن ما تعد صح. بعد مرور 100 امبير يبدا يبدا العداد امتى ربطته؟ قبل يومين. قبل يومين هسه كنت 28 ساعه و 1.7 اللي هو هذا يعني من يوم 12 بالليل تبدا تصفره حتى يبدا التشغيل الفعلي للمولدات 24 ساعه. ماشي. تم زياره بعض مواقع المولدات اليوم لغرض اطلاع على العدادات الإلكترونية التي تم ربطها منها مولدة مرحبا ومولدة الشهباء وكان العمل جيد جدا. وهذه العدادات الإلكترونية لا يمكن التلاعب بها أو تزويرها، وسوف نقوم في شهر السابع بأخذ نماذج لهذه العدادات، وسوف نحسب سعر الأمبير على عدد الساعات المشغولة ضمن العداد. وفي المولدات التي لم يتم ربط العدادات سوف يكون سعر واحد، لأن راح يكون سعر الأمبير ضمن العدادات التي تم قراءتها من المولدات التي تم ربط فيها. تم زيارة المولدة من قبل لجنة المولدات التابعة لديوان محافظة نينوى برئاسة المهندس أسوان الحديدي للاطلاع على عمل العدادات، وأبلغونا أن العمل بالعدادات من يوم 1/7/2019.